السلام عليكم، كيف ممكن انشئ حساب على البادلت من خلال الكروم بدون ما اضطر اني انزل التطبيق على تليفوني؟ ممكن ما في عندي مساحة، ممكن ما يكون البرنامج متوافق مع جهازي، فبفتح الجوجل كروم وبكتب انشاء حساب بادلت، بدخل على تسجيل الدخول الى بادلت. كونه انا مستخدم جديد وما عندي حساب، بكبس على ساين اب، هاي بالاحمر موجودة، بكبس عليها، بختار كروم. انا نزل لي بادلت وكروم لانه البادلت نازل عندي على التليفون، لكن ما بدي على التليفون، فبختار كروم جاست وانس، مرة واحدة فقط. طيب هون بيعطيني انه انا على ايش بدي انشئ حسابي، هل هو على الجيميل، على المايكروسوفت، او على الابل اي دي اذا كنت مستخدم للايفون، او على الايميل العادي. احنا معظمنا عنا حسابات على الجيميل، فبكبس على with google، sign up with google، بختار الحساب اللي انا بدي اعمل عليه البادلت. انا عندي هاد مش معمول عليه، بختار just once الكروم برضو. هون بكون انشأ لي حساب بادلت. كيف بدي اعرف؟ برجع مرة تانية على جوجل كروم من البداية، بكتب البادلت وبعمل تسجيل دخول. هون بيكون أعطاني حسابي الجديد على البادلت. الآن أنا شو بقدر أعمل من هون؟ بقدر كطالب أروح على منصة درسك اللي بكون المعلم بعت لي عليها النشاط مع الرابط، بكبس على الرابط من هناك وبدخل عليه، عفوا، وبدخل على الرابط وبدخلني على حسابي، ومنها بقدر أضيف الواجب اللي بدي إياه.